الرئيس السيسي يشدد على ضرورة صمود الشعب الفلسطيني ويؤكد أن مصر تبذل أقصى جهد للتخفيف عن الفلسطينيين. حملات شعبية للتبرع بالدم تعبيرا عن التضامن المصري مع الأشقاء الفلسطينيين. مصر تحذر من دعوات الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا، وتدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي صعوبة المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد وتحاول الوصول إلى وقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في كلمته خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، شدد الرئيس السيسي على وجود سعي دؤوب من أطراف متعددة، وذلك للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام. واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها 9 ملايين ضيف من دول عديدة جاءوا إلى مصر من أجل الأمن والأمان والسلم والسلام. وفي هذا الإطار شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يظل الشعب الفلسطيني صامدا وموجودا على أرضه. إحنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف، أنا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الأمن والأمان والسلم والسلام. لكن بالنسبة للقطاع أنا بقول إن الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي، لأنها تعني تصفية القضية ديت، تصفية القضية ديت. فمهم قوي إن احنا نبقى منتبهين لده. أنا قلت الأول الرقم والناس اللي موجودة واللي احنا استقبلناهم عندما كان الأمر يتعلق بمشاكل يعني أمنية في بلاد هؤلاء الضيوف يعني، إنما الأمر هناك مختلف. القضية دي قضية القضايا وقضية العرب كلها، ومهم إن شعبها يفضل صامد ومتواجد على أرضه. طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع بمتابعة الأوضاع الموجودة على حدود مصر الغربية والجنوبية وكذلك الشرقية الآن، ولفت إلى أن الأوضاع دائما مشتعلة، كما دعا الرئيس السيسي في الوقت ذاته إلى ضرورة التيقظ للتحديات الموجودة في المنطقة. الأمم بتصمد مش بس بقيادتها، الأمم بتصمد بشعبها وبقيادتها، وبالتالي أمر مهم قوي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من التحديات اللي موجودة في منطقتنا. وأرجو منكم جميعا يعني شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع اللي موجودة على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية،
وعلى حدودنا الشرقية الآن، هتجدوا دايما إنها لحكمة لا نعلمها مشتعلة. وأنا عايز أقول للمصريين البسطاء، لما يكون لك جار بس عنده مشكلة صغيرة أنت بتتأثر بيها، تصور بقى لو الجار ده البيت بتاعه مشتعل، البيت بتاعه مشتعل، فالبيوت حوالين مننا مشتعلة كلها، لكن شاهد إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن تظل مصر آمنة مطمئنة. أجرت كاميرا التلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع أوائل الدفعات من الأكاديمية والكليات العسكرية، وكذلك التقت بعدد من أهالي الطلاب الأوائل الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الحفل وتفوق أبنائهم. أنا دكتورة وصال محمد مرعي، والدة ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق عبد العزيز. أنا مبسوطة وفرحانة وسعيدة، شعور بالشرف وبالسعادة لا يوصف. أتمنى لكل أم تقف نفس الوقفة اللي أنا فيها دي دلوقتي. طارق عبد العزيز سامي، والد ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق عبد العزيز. أنا شعوري النهاردة بالفخر واعتزاز وعنقي تكاد تلامس السماء بتفوق عبد الرحمن طارق وطلوع الأول على الأكاديمية. رسالتي لي ولكل زمايلي، ربنا يوفقكم ويكين على أيديكم دايما وزمايلكم، حفظ أمن مصر إن شاء الله. ملازم بحر تحت الاختبار الحسن حسين السيفي. طبعا ده شرف كبير لاي حد ان هو ينتمي للقوات المسلحه المصريه، كيان كبير ومؤسسه كبيره، وطبعا انا بعد اني شفتهم من زمان دورهم اللي هم بيحافظوا على امن واستقرار مصر في ثوره 25 يناير و 30/6، فانا يعني حبيت من وانا صغير ان انا ابقى جزء من الكيان الكبير ده. استاذ دكتور الحسين الصيفي، والد الملازم بحري الحسن الحسين الصيفي. يعني الشعور لا يوصف طبعا، النهارده من اجمل واحلى الايام في حياتي. النجاح هو ده، يعني اجمل فرحه في العالم كله في الدنيا كلها هو نجاحك، فمنجح اولادك فده البدايه بتاعك، فما تفرد بيه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك لهم ويزيدهم ويحفظهم جميعا بحق لا اله الا الله. زينب ابو الخير، والدة الملازم تحت الاختبار حسن الصيفي. انا سعيده جدا وفخوره بيه جدا جدا. حسن جميل ويستاهل كل خير، وملتزم ومجتهد طول عمره الحقيقه، وربنا وفقه، ودي حاجه جميله وتشرفنا يعني الحمد لله. تواصلت حملات التبرع بالدم بمحافظات الجمهورية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة، وذلك في كافة محافظات الجمهورية. يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية. بننفذ اوامر القياده السياسيه واخواتنا في فلسطين، ان احنا هنقول لهم حياه كريمه موجوده معاكم، التحالف الوطني موجود معاكم، احنا اهلكم في مصر هنا موجودين معاكم اهوت، بنقول لكم احنا في ظهركم. بتتم عمليه التبرع من خلال ان احنا بنكشف على المريض الاول، بنطمن عليه، نقيس له الضغط والهيموجلوبين، وبعدين بنشوف مثلا لو عنده امراض مزمنه بياخد دواء معين يمنع التبرع، نشوف لو بياخد مضاد حيوي عنده اي مشكله صحيه، ونشوف هو ينفع يتبرع او لا. والله تمام التبرع والهيموجلوبين مظبوط وباقي الادويه مظبوطه وما بياخدش حاجه، بتبدا بقى مرحله التبرع، بيبدا بقى يدخل معانا وبيتسحب منه كميه دم معينه. بعد التبرع بقى طبعا بيتعمل له تحاليل فيروسات ويطمن على نفسه، تحاليل فيروسات فيروس A و B و C والايدز والزهري،
كل التحاليل دي طبعا بتبقى فور فري. المشاركه النهارده لازم واجب وطني علينا كل المصريين النهارده، كل الشباب وكل السيدات وكل الرجال النهارده المفروض ينزل النهارده يساعد كل الشباب الفلسطيني او شباب غزه اللي تحت الانقاض اللي محتاجين الدم. جاي النهارده عشان اتبرع بالدم عشان اساعد اخواتنا في فلسطين، واحاول اوصل لهم حتى لو جزء صغير من المساعده، بس احاول اساعد باسهم باكبر شكل ممكن اساعد بيه. حملة التبرع بالدم النهاردة في اسكندرية عندنا نقطتين تجمع، عند مسجد المرسي أبو العباس وعند مسجد القائد إبراهيم، ومن الصبح فيه بنعمل دعية مع المواطنين على حثهم على المشاركة في التبرع بالدم من خلال الحملة. يعني الحملة دي معمولة في إطار دعم أخواتنا في غزة وفلسطين، وفي دور مصر الرائد دايما ودعمها لإخواتنا في الدول العربية وتحديدا فلسطين وغزة. يعني كل الناس متعاطفة مع غزة، يعني شايفين التوافد، يعني الحمد لله بدأ بأعداد كويسة وإن شاء الله نقدر نحقق المستهدف على مدار اليوم. كلنا متواجدين، كلنا إيد واحدة، كل المؤسسات كلها النهاردة. طبعا تكلفات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن لازم بدي الدعم لكل أهل فلسطين، فاحنا بنحاول بقدر الامكان احنا نقدر نساعدهم ونمد لهم بيد العون. احنا يعني دي رساله من مؤسسه حياه كريمه ان احنا بس مش بنساعد اهلنا في مصر، لا، احنا اي حد من اخواتنا العرب بيحتاجنا بيلاقينا موجودين. نبيل مطوعه حياه كريمه، جايين النهارده لدعم اهالينا في غزه حمله التبرع بالدم، وما شاء الله العدد بيزيد ومستنيين دورنا للتبرع بالدم. جاي النهارده اشارك بحمله التبرع بالدم لاخواتنا في غزه في فلسطين، وبدعم قرارات الرئيس في ان شاء الله في كل اللي جاي في هذا المسار ان شاء الله. بقول ربنا معاهم، واحنا يعني اللي احنا عملناه ده اقل حاجه احنا نعملوها. وطبعا ده شباب مصر وده دور مصر دايما، وان طبعا ان احنا الرياده العربيه للدوله المصريه النهارده ده واجب وطني على كل مصري ان هو يقف مع اشقائه في اي دوله. احنا النهارده بنشارك كمجتمع مدني وكجمعيات اهليه ومؤسسه حياه كريمه بالتبرع بالدم لاهالينا واخواتنا اهالي فلسطين. عدنا النهارده جدا بدعوه التحالف الوطني للتبرع بالدم، طبعا ودي اقل حاجه نقدر ان احنا نقدمها لاخواتنا الفلسطينيين. احنا كلنا بندعمهم نفسيا وكلنا معاهم ايد واحده. احنا النهارده موجودين زي ما حضراتكم شايفين في فعاليه التبرع بالدم لاشقائنا الفلسطينيين تحت مظله التحالف الوطني كمؤسسه حياه كريمه، وموجودين في مكانين في محافظه الفيوم، هنا في ميدان المسله امام مديريه الصحه، وفي مكان تاني في امام استاد الفيوم الرياضي. وزي ما متعودين مؤسسه حياه كريمه ان هي بتشارك القضايا سواء الداخليه او الخارجيه، فبنشارك النهارده تحت مظله التحالف الوطني في دعم اشقائنا الفلسطينيين من خلال التبرع بالدم او جمع التبرعات في المؤسسة حياة كريمة. بنسعى جميعا لتنظيم وترتيب حملة التبرع بالدم لصالح أهلنا في غزة، كما نادت القيادة السياسية دائما الشعب يلبي النداء فيما يخص العروبة والإنسانية بشكل عام، دائما متواجدين كشعب الفيوم وكشعب مصر. النهاردة حملة التبرع في إقبال كبير جدا من شعب الفيوم، موجودين في مديرية الصحة بالقرب من ميدان المسلة، وبنناس شعب الفيوم كما اعتدنا منه مثل المصريين جميعا في دائما في المواقف الصعبة متواجدين. ما رأيناهم منذ أكثر من ساعتين قبل صلاة الجمعة، الناس بتتوافد على السيارات المتواجدة في أكثر من مكان. سمعت أن في حملة تبرع لإخواتنا الفلسطينيين في غزة، فاتجهت للمكان اللي فيه حملة التبرع وتبرعت من هناك. واحنا يعني كلنا شعب الفيوم مع غزة وربنا معاهم يا رب. اتجهت على الفور لميدان المسلة وتبرعت بالدم، تضامن مع الشعب الفلسطيني، مش انا بس، انا وكل الشعب المصري بنتضامن بتعليمات القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنوجه له نداء باسم كل الشعب المصري وباسم كل العرب، احنا مع اخواتنا الفلسطينيين في غزة. أنا جاي النهاردة أتبرع بالدم لإخواتنا في فلسطين
وربنا معاهم ان شاء الله. النهارده احنا كشباب في محافظه كفر الشيخ لما سمعنا عن حمله تبرع للدم للاشقاء في فلسطين فبادرنا وشاركنا منذ البدايه، وهذه الحمله بيدعمها التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي وكمان محافظه كفر الشيخ والعاملين بيها. احنا بندعو كل الشباب وكل اهالي محافظه كفر الشيخ للمشاركه بهذه الحمله، ودي اقل حاجه بنقدمها للشعب الفلسطيني. احنا النهارده موجودين لدعم اخواتنا الفلسطينيين، الحملة التبرع بالدم لدعمهم وشد من ازرهم. احنا لا نملك غير الدعاء لهم واللي بنقدر عليه نعمله، ومصر طول عمرها ولاده وطول عمرها مساندة لفلسطين. احنا مهمتنا هنا في كفر الشيخ ان احنا في حملة لجمع تبرعات الدم لاشقائنا في فلسطين وغزة. مسؤوليتنا النهارده في اليوم ان احنا نعمل حاجتين، الحاجه الاولى ان احنا نعمل توعيه للمواطنين عن اهميه التبرع بالدم عشان اشقائنا واللي بيحصل في غزه، والاهميه الثانيه ان احنا ننظم المتبرعين، ان كل المؤسسات تجتمع النهارده في يوم واحد انها تنزل تحشد كل الناس ان هم يتبرعوا بالدم وان هم يساعدوا اخواتنا الفلسطينيين. فانا نزلت انا النهارده انا والشباب ان احنا نتبرع بالدم. سمعت ان في تبرع بالدم لاهالينا في غزه فجيت اتبرع. ما فيش حاجه نقدر نعملها لهم غير ان احنا نساعدهم بشكل او باخر. حاول نحفز كل الناس ان هي تيجي تشارك معنا هنا عشان نوفر اكبر قدر من الدم، وان شاء الله يعني يكون عمل خير كده، ربنا يساعدنا على فعل الخير. مش هنمشي ان شاء الله قبل ما نجمع اكبر عدد ممكن من التبرعات، وان شاء الله نحاول نساعدهم بقدر الامكان. الفكره جت من ان احنا شايفين ناس كتيره قوي جرحى في فلسطين وفي غزه، وبنحاول ان احنا نساعدهم بقدر الامكان. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الدعوة التي قام بها أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقيام بحملة موسعة للتبرع بالدماء في مختلف أنحاء الجمهورية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتحت شعار قطرة دماء تساوي حياة. هذه الحملة انطلقت بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، وأيضا بتأتي في مختلف أنحاء الجمهورية كما ذكرت. نتحدث معكم بالتحديد اليوم من منطقة المقدمة، وانطلقت أيضا في أربعة أماكن في محافظة القاهرة والجيزة، منها المقطم، المعادي، والدقي، وأيضا العجوزة، إلى جانب مختلف أنحاء الجمهورية. من يرغب أن يقوم بالمشاركة في هذه الحملة ويتبرع بالدماء عليه أن يتوجه إلى أحد هذه الأماكن المعلن عنها، يقوم في البداية بملء استمارة للتأكد من عدم وجود أي أمراض أو أي أدوية قد تعوق عملية التبرع بالدماء، وبعد ذلك يقوم بعملية التبرع في أماكن مخصصة ومجهزة خصيصا لهذه العملية، على أن تحفظ الدماء المتبرع بها في أماكن أيضا مجهزة تمهيدا لنقلها للجانب الفلسطيني. بنشير أيضا أنه من الصباح رصدنا إقبال كبير من المواطنين، خاصة فئة الشباب، هم من سيطروا على المشهد بشكل كبير للمشاركة في هذه المبادرة وفي حملة التبرع بالدماء. وبنشير أن هذه ليست الحملة الوحيدة التي يطلقها أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولكن أيضا قاموا بإرسال شاحنة كبرى محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية وأيضا العلاجية للجانب الفلسطينية، إلى جانب أطباء أيضا من مختلف التخصصات ومواد طبية وأيضا أجهزة طبية لمساندة الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة. هذا أيضا بيأتي بالتزامن مع البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية للتأكيد على استقبالها أي مساعدات من أي دولة أو من المنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، على أن تقوم بإيصالها لمطار العريش الدولي تمهيدا لنقلها إلى الجانب الفلسطيني. إذن هو عمل مستمر من أيضا الدولة ومن مختلف منظمات المجتمع المدني لتقديم كل المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني الشقيق. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شهد جامع الأزهر الشريف وقفة تضامنية مع فلسطين عقب صلاة الجمعة. حمل المواطنون علم فلسطين مرددين عبارات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق وأهالي غزة ضد ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي. أني الله الشهادة. مفيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهر هيا شا
الشاب معها ورد مسجدها. حذرت مصر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبا. أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر أكدت على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مأهولة لاستيعابها. وطلبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما طلبت مصر مجلس الأمن الدولي بالاطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء. ودعت مصر الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليا إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير المحسوب العواقب في قطاع غزة. هذا وقد توالت الإدانات العربية والدولية لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة. وحذرت العديد من المؤسسات الدولية من خطورة هذه الإجراءات وتسييسها وتسببها في كارثة إنسانية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني جيمس كالفرلي لمتابعة التطورات التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني على جبهات متعددة. أوضحت وزارة الخارجية أن محادثات الوزيرين ركزت على تناول كافة أبعاد ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك دعوة المواطنين لترك منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع، حيث أكد شكري لنظيره البريطاني على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري. أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة تهجير الفلسطينيين. كما أدان أشتية التحريض الإعلامي الذي تواجهه القضية الفلسطينية في عدد من وسائل الإعلام الغربية. المصرية تعي ذلك تمام الوعي، وقد حذر منه الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بعد اتصالات مكثفة أجراها سيادة الرئيس محمود عباس معهم ومع معظم قيادات العالم
وصباح اليوم أوضح السيد الرئيس لوزير الخارجية الأمريكي هذا المخطط الذي نرفضه رفضا تاما. إن شعبنا الفلسطيني واحد موحد يجمعه الألم وتوحده المعاناة، ونبقى أوفياء لشعبنا حيثما كان. وصل إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء 12 طنا من الأدوية والمساعدات الطبية المقدمة من الأردن تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري. أكد الهلال الأحمر المصري أن مصر من أوائل الدول التي ترسل مساعدات إنسانية لأهالي غزة، موضحا أن شباب الهلال الأحمر المصري يقوم بتخزين المساعدات الإنسانية ويقوم بإيصالها إلى غزة فور التوصل إلى الهدنة التي تقودها مصر، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرسمية التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية لاحتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات. هذا وتشهد مستشفيات المحافظة استعدادات متواصلة لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. استقبل الهلال الأحمر المصري طائرة مساعدات تركية بمطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. هذا ويواصل رجال الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء العمل على مدار الساعة لاستقبال المساعدات المقدمة لأشقائنا في فلسطين. كانت مصر قد دعت جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي. اليوم استقبلنا بالفعل طائرة من دولة تركيا تحمل 24 طن من المساعدات الغذائية والأدوية، وننتظر دعم الدول الشقيقة لأهالي فلسطين. والهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء في حالة طوارئ لمدة على مدار ال 24 ساعة في اليوم. نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعروفة بيونيسف، وذلك من سقوط المئات والمئات من الأطفال بين قتلى وجرحى في قطاع غزة، محذرة من ارتفاع أعداد الضحايا كل ساعة. كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 1799 شهيدا و6388 جريحا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية. أعلن المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية انتهاء اليوم التاسع من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية. أضاف المستشار بن داري أن رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر تقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة، وأضاف رئيس اللجنة أنه بذلك يصبح العدد الإجمالي للطلبات الترشح المقدمة حتى اليوم 4 طلبات، منوها إلى أن اللجنة مستمرة في عملها غدا السبت وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح ابتداء من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا. حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره. على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
بأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة صمود الشعب الفلسطيني ويؤكد أن مصر تبذل أقصى جهد للتخفيف عن الفلسطينيين. حملات شعبية للتبرع بالدم تعبيرا عن التضامن المصري مع الأشقاء الفلسطينيين. مصر تحذر من دعوات الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا، وتدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف التصعيد. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع هزير أبو زيد. مساء الخير يا هزير. أهلا. مساء الخير يا ريهام. مساء الخير يا مصطفى. وطبعا هنتابع معاكو المشهد الفلسطيني، ويمكن العالم كله أنظاره تتوجه لغزة وما يحدث على الأراضي الفلسطينية، وخصوصا مسألة الاجتياح البري للحديث عنها منذ الصباح. يعني كل شاشات التلفزيون، كل الإعلاميين، كل المراسلين يتحدثون عن هذا وما يحدث في الأراضي الفلسطينية. الحقيقة كلنا قلوبنا ودعائنا معاهم. بالتوفيق كلنا، كلنا الحقيقه معاهم فعلا. واكيد انت عندك ملفات كثيره جدا هتتكلمي عنها طبعا في التطورات الاخيره. بالتاكيد هنتابع معاكم ونتابع مع المشاهدين، واستاذنكم نبدا حلقتنا.